نود أن نستأنف جلساتنا. Ladies and gentlemen, welcome back to. أيها السيدات والسادة، أرحب بكم جميعا مرة أخرى للجلسة الثانية. اسمي أنتوني نود وأنا رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنا في مؤسسة هاينريش بول. أيها الضيوف الكرام، لقد استمعنا إلى الكثير من الأخبار عن الفظائع المرتكبة في مراكز الاعتقال والسجون في سوريا، حيث بلغ لنا المشاركين في الجلسة الأولى أن نشطاء حقوق الإنسان والمحامين السوريين قاموا بجمع الأدلة للقتل الجماعي والانتحاكات الجسيمة في الاعتقال التابع للحكومة السورية. ودون الشجاعة والالتزام للناجين سيكون أصعب بكثير لتوثيق هذه الجرائم بحق حقوق الإنسان طالما النظام ما زال في الحكم، وأن عملية التعذيب لآلاف الأشخاص ما زالت جارية، وهي شهادات لشهود العيان ليست فقط مهمة من أجل ملاحقة المستقبلين للجنات، بل أصوات المعتقلين السابقين والاستماع إلى رؤيتهم السياسية المستقبلية هي أيضا وسيلة حامة مضادة للدعاية من قبل النظام الأسد، حيث الدعاية تزعم بأن جميع هذه الشهادات كاذبة وتنفي جميع التقارير الصادرة عن منظمة حقوق الإنسان. ومن أهم هذه الوسائل مشاترة قصص حقيقية. ولا أستطيع أن أهني إلا أن أهني السيد خالد رواز لمستعداده للتحدث عن تجربته وتجربة آخرين في السجون السورية. ويسرني أيضا أن أرحب بالسيد أنور البوني ليتحدث عن عمله الهام من أجل دعم الإرشاد القانوني للضحايا لتحقيق جسيمة لحقوق الإنسان. وأنا اليقين التام بأن ذلك سيبعث برسالة أمل قوية للناجين آخرين، وأيضا رسالة أخرى لمن مسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة بأن العالم يتابع وأنهم يعمدون للمساءلة، كما سبقت وذكرت لولتلايت في الجلسة السابقة، آجلا أم عاجلا. وإذا أن أعرفكم بالمتحدث الأول أنور البوني، وهو محامي في مجال حقوق الإنسان في سوريا على مكان رائد، دافع عن أشخاص وقمع بسبب دفاعه عن نشطاء ما سمي بربيع الدمشقي. وفي عام 2006 تم اعتقال أنور البوني وعدد آخر من النشطاء الحقوقيين من أجل مطالبتهم بتحسين العلاقات ما بين سوريا ولبنان. وبعد المحاكمة اعتبرت هذه المحاكمة انتحاكا جسيما للقوانين الدولية، وصدر حكم بحقه لست سنوات في عام 2007. وبعد الفاجع عني في عام 2011 واصل جهودي من أجل الدفاع عن المعتقلين، واضطر للحروب من سوريا في نهاية عام 2014، والآن موجود في ألمانيا. والكلمة لك الآن أنور. مساء الخير للجميع. شكرا أولا لحضوركم جميعا، دعمكم وجودكم له أثر كبير في عملنا حقيقة. بدي أتشكر الـ ICCHR اللي دعمت وشاركتنا بعمل كبير وجبار بكل عناصرهم والعاملين عندهم. وبدي اشكر هيرشبول اللي دعمت ومولت ووقفت جنبنا جميعا لنستمر بهذا العمل. بتوقع رح تسمعوا كثير عن تفاصيل الجرائم التي ارتكبت في سوريا. السوريين يعرفونها، وأعتقد أن العالم كله بات يعرفها، وتكلم عنها زملاء غريس ولوتي منذ قليل، وخالد كمعتقل سابق سيتكلم عن تفاصيل الحياة اليومية والمعاناة للمعتقلين في السجون السورية. سأحاول
أن أتناول جانب آخر. الجميع هنا أعتقد أو الجميع من يسمع بهذا الحدث وما نقوم به يتساءل، لماذا أنتم من تقومون بهذا العمل؟ لماذا تسلكون هذا الطريق؟ لماذا الآن؟ ليش هلأ يعني؟ لماذا هنا في ألمانيا؟ ما الرسائل التي تريدون أن توجهوها من هذا العمل؟ لماذا هدف هذا العمل ليس على الصعيد السوري فقط، وإنما لماذا هو مهم على الصعيد العام؟ أعتقد لماذا نحن نسلك هذا الطريق؟ أعتقد لأن العالم برمته منذ 6 سنوات حتى الآن يراقب ويعرف الجرائم، حجم الجرائم التي ترتكب في سوريا، ولا يحرك أي ساكن. تقارير دولية، لا أتكلم عن تقارير منظمات حقوق الإنسان، أتكلم عن تقارير دولية، تقارير لجان شكلها مجلس الأمن حول الكيميائي، تقارير شكلها مجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة، كلها جاءت بالأدلة والإثباتات أن هناك جرائم هائلة، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة، جرائم تهجير قسري، جرائم اغتصاب ترتكب في سوريا، وتنشر هذه التقارير على الملأ، وطريق العدالة مسدود بقرار دولي أمام السوريين. نحن بمساعدة أصدقائنا خاصة في ألمانيا وفي أوروبا، كذلك في فرنسا وفي إسبانيا، بمساعدتهم القانونية ومعرفتهم بالقوانين الأوروبية، استطعنا بالوصف بأظافرنا جميعا أن نفتح ثغرة في هذا الجدار الباتوني المصمت أمام العدالة. وما حدث في إسبانيا منذ 2 شهر وفي فرنسا منذ 6 أشهر والآن ما يحدث في ألمانيا هو دليل على أن هذه الثغرة ستتوسع وتكبر بجهود الجميع. لماذا الآن؟ الآن عدا أن مرور هذا الوقت دون أن يتحرك أحد ودون أن يفتح طريق العدالة في سوريا يدفع أن نبحث عن هذا الطريق ونعمل من أجله. بالإضافة إلى كل ذلك، دفعت المهاجرين أو المهجرين من سوريا، اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا، ساعدتنا كثيرا على إيجاد الضحايا والشهود اللازمين والضروريين من أجل هذه الدعاوى. وبالتالي كانت خلال السنة الماضية وصول الدفعة الكبيرة من اللاجئين الذين أجبروا من قبل النظام السوري على مغادرة بيوتهم ساعدتنا على إيجاد الضحايا والأدلة والشهود للجرائم. لماذا في برلين في ألمانيا؟ من حسن حظنا أن القانون الألماني لديه الإمكانية والسلطة القضائية الدولية، وهو أعتقد أنه فريد في كل أوروبا، وهي دائما ألمانيا مميزة أعتقد بهذه المسألة، لأنها ضمنت قانونها الداخلي مساحة لمحاكمة الجرائم الدولية، أي لملاحقة جرائم ضد الإنسانية. وبالتالي هذا بمساعدة زملائنا في المركز الأوروبي ICCHR أن نجد الإمكانية القانونية التي تمكننا من رفع هذه الدعوة. والرسالة في ألمانيا هي خاصة جدا، لأنه مع أهمية ما حدث في فرنسا وفي إسبانيا التي اعتمدت على مواطنين سوريين ضحايا مزدوجي الجنسية، لكن كلا الدعويين وإن كانت تلاحق العدالة للسوريين، لكن هناك جانب بسيط فيها أن هؤلاء السوريون تلاحقهم السلطات لأن الضحية يحمل جنسية الفرنسية، بينما العمل هنا في ألمانيا
له أهمية لأنه يلاحق ويطالب العدالة للسوريين لأنهم سوريين، لأنهم ضحايا سوريين، ليس لأنهم يحملون جنسية البلد الذي هم فيه. وبالتالي أهمية الدعوة في ألمانيا تتخذ قوتها من هذا المجال. لماذا هذه القضية وضد هذه الجهات تحديدا؟ سؤال. أعتقد أن هناك قضايا كثيرة في أوروبا بشكل عام ضد داعش، ضد النصرة، ضد عناصر من الجيش الحر أو عناصر من مجموعات مسلحة أخرى مهما كانت تسميتها، ارتكبوا جرائم وتم إحالتهم إلى القضاء ويحاكمون على الجرائم التي ارتكبوا إليها. أهمية هذه الدعوة أنها تعيد التوازن لمفهوم العدالة الذي تعرف عليه العالم. العالم طبق العدالة بشكل انتقائي، طبق العدالة التي يهمه تؤثر على مصلحته، لم يطبق العدالة لأنها قيمة بحد ذاتها يجب أن تكون. نحن نحاول بهذه الدعوة أن نعيد التوازن والقيمة لمفهوم العدالة. العدالة يجب أن تطبق لأنها يجب أن تطبق، وليس لأنها تطبيقها يحقق لنا مصالحنا. هذا ما نحاول أن نثبته في هذه الدعوة، وأن نثبت أو نحاول ندفع أن يؤمن الجميع بأن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية. العدالة بشكل عام هي مفهوم للسلم الأهلي، لإرساء سلم أهلي، هي مفهوم لتخفيف الاحتقان، لمحاربة التطرف والأفكار الراديكالية. عندما تصبح العدالة انتقائية فهي ينقلب دورها بشكل معاكس تماما. العدالة الانتقائية تدمر السلم الأهلي، تدمر الإيمان بموضوع العدالة، وتحيي فكرة الانتقام، وتحيي وتزيد من التطرف والأفكار التي تريد أن ترد على عدم وجود العدالة، أو أنها تطال طرف ولا تطال طرف آخر. وبالتالي تعميم فكرة العدالة والتوازن، إعادة التوازن له، مسألة جدا جدا مهمة من أجل الوضع السوري، ليس من أجل الانتقام، وإنما من أجل مستقبل سوريا، من أجل إعادة السلم الأهلي لسوريا. هي رسالة بأن الانتقام ليس طريقا لأن تحصل الضحايا فيه على حقوقها، هناك طريق آخر هو طريق العدالة الذي يمكن أن يسلكه الإنسان. ما الهدف من هذه العدالة، من هذا العمل؟ الواقع أعتقد وآمل أن لا يكون هدف هذا العمل هو فقط العدالة للسوريين. أنا آمل أو أتوقع أو لدي فكرة، لو كان كل مجرم عرف بأن العقاب آت لوفرنا كثيرا كثيرا من الضحايا. لو كان هناك إجراءات فعالة دولية سابقا بحق المجرمين، لو كان هناك إجراءات فعالة بحق البشير، على حسن البشير على سبيل المثال الذي ما زال يرتع، ومع وجود قرارات توقيف من محكمة الجنايات الدولية، لما تجرأ بشار الأسد على أن لو كان هناك إجراءات عقابية فعالة وتم إلقاء القبض عليه، لما تجرأ بشار الأسد. لو كان المالكي أو غيره أو الملالي إيران أو روسيا أو أي مرتكب جرائم سابق واجه إجراءات فعالة، لما ارتكب آخرون. هدف العدالة ليس فقط العدالة للضحايا ومعاقبة المجرم، هدف العدالة الأساسي بالقانون هو ردع الجريمة، هو إعطاء رسالة لردع جرائم لاحقة. أنا لا أريد أن أنصف فقط ضحية، أريد أن أمنع من وقوع ضحايا آخرين، هذا هدف العدالة. حتى الآن فشلت وفشل النظام العدالة الدولي أن يرسي هذا المبدأ.
لو استطاع أن يرسي هذا المبدأ عبر تاريخه لما تجرأ بشار الأسد ولا البغدادي ولا الجولاني ولا صالح مسلم ولا من علوش ولا غيره أن يرتكبوا جرائم. لكن الجميع لديهم الإحساس أنهم سيفلتون من العقاب كما فلت مورسيهم المجرمين مورسيهم، وبالتالي هم يرتكبون جرائمهم بكل طيبة خاطر وارتياح. والمجتمع الدولي للأسف رسخ هذه الفكرة منذ عام 2011، والمجتمع الدولي يتكلم عن حل سياسي حل سياسي حل سياسي دون أن يتكلم عن العدالة. كانت هذه رسالة للمجرمين، اقتلوا ما شئتم الآن من الناس، عظموا جرائمكم قدر ما يمكن، في النهاية هناك حل سياسي وستطوى كل هذه الجرائم وتبوسون بعضكم وعفى الله عن ما مضى. هذه الرسالة هي التي شجعت بشار ليرتكب أفظع الجرائم، وهي اللي شجعت وجود الجولاني والبغدادي ومسلم وغيره. أوكي سنرتكب الآن ما شئنا من أفظع الجرائم وننخرط في الحل السياسي، وفي النهاية سيغطي جرائمنا، ما المانع لنقضي على أعدائنا؟ والمانع؟ هذه الرسالة التي ما زال المجتمع الدولي للأسف يرسلها، ودي مستورة ما زال يتلاعب بهذا المفهوم ويناقش مجرمين ويسلم على أيدي ملطخة بالدماء. كيف يمكن لمجرم حرب أن يصنع سلام؟ لا أصدق هذه المبدأ. كيف يصدق العالم عقله؟ هل كان يمكن أن يصنع سلام مع هتلر؟ هل كان يمكن أن تسامح هتلر وتصنع معه سلام؟ هذه مسألة غير ممكن القبول بها. هل كان يمكن أن نسامح موسوليني؟ لماذا قمتم بمحاكم نورنبورغ وحاكمتم المجرمين؟ اصنعوا سلام معهم، كنتوا ووفروا 60 مليون ضحية في الحرب العالمية الثانية، لماذا ذهبت كل هذه الضحايا إذن؟ الآن يكررون نفس الأخطاء ويدفع ثمن الشعب السوري ثمن هذه الأخطاء بدمائه للأسف. نحن نريد أن نوجه رسالة معاكسة أن العدالة قادمة ولن تحميهم أي حلول سياسية في المستقبل. هذه العدالة ستطالهم ولن يحموا ولن تتم حمايتهم ولن يترطوا لا بشرعية قانون دولي ولا بشرعية حكومة ولا بشرعية حلول سياسية أو عفو يأتيهم من مجرمين. مجرمين سيقومون بالعفو عن مجرمين رفاقهم، هذا ما سيحصل. نحن كضحايا كشعب سوري لن نعفو عنهم. هذه الرسالة التي نريد أن نوجهها هي رسالة أمل، أمل للضحايا وأمل للشعب السوري بأن العدالة بدأت، لن نحلم بها بعد الآن، نحن سنفعلها بأيدينا. هذا عمل جدا مهم، لأن هذه العدالة لم يمنحها أحد إلينا ويتمنى بها على الشعب السوري. هذه العدالة سنصنعها بأيدينا بأظافرنا، سنحفر صخر لنصل إلى عدالتنا. ورسالة كذلك وهو الأهم، أعتقد أن الرسالة عندما تأتي من ألمانيا هي مهمة في وقت فشل فيه آلية العدالة الدولية وفقدت ثقة أي أحد بموضوع آلية العدالة الدولية. أعتقد من المهم أن ترسل ألمانيا أو نحن من ألمانيا رسالة لنعيد الحياة، وهذا جدا مهم، لنعيد الحياة لمبدأ العدالة الدولية. وهذا جدا مهم أن يحمل أحدا العلم العدالة الدولية وآلية العدالة الدولية ويبقيه مرفوعا حتى لا تسقط عمل ملايين الأشخاص والمنظمات لعشرات السنين حتى توصلوا إلى بناء آلية للعدالة الدولية تمثلت بالآي سي سي بالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وغيرها من آليات العدالة الدولية. هذا العمل ممكن أن ينهار أو هو بدأ أن ينهار عمليا، والناس في كل العالم فقدت ثقتها بكل هذه الآلية. من المهم جدا أن تصدر هذه الرسالة من ألمانيا أن أحدا ما دولة ما زالت
تتمسك بهذا العلم وترفعه وتتمسك بمبدأ العدالة الدولية وقيم القانون الدولي الإنساني. وأنا أتمنى من أوروبا التي أؤمن بأن على الأقل شعوبها ما زالت تؤمن بمبادئ حقوق الإنسان، ما زالت تؤمن بمبادئ العدالة الدولية، أن تدعم هذه الرسالة وتوجه رسالة قوية بأن كل الدول الأوروبية تدعم ما يحصل في ألمانيا، تدعم مبدأ العدالة الدولية أو محاكمة الجرائم الدولية الذي ابتدأنا فيه بألمانيا، لأن هذا سيدعم هذه الرسالة في ألمانيا وسيجعل الدول الأوروبية أقوى في صوتها للمطالبة بإرساء وترسيخ مبدأ العدالة الدولية ومنعه من الانهيار. آسف جدا الإطالة وبتمنى ما أكون أزعجت. Thank you for this very strong. شكرا على هذه الرسالة القوية والواضحة. لقد اتضح لنا جميعا أن العدالة هي طريق ليعرف الشعب السوري أننا لم ننساه وأننا مهتمون بحياة الشعب السوري. شكرا جزيلا على هذه المداخلة الرائعة. سيد خالد، أود أن أعطي لك الكلمة والشهادة التي تود أن تتقدم بها. شكرا. تخيل نفسك تقف في حجرة لا تتعدى مساحتها 6 أمتار مربعة مع 30 سجين، وواحد من هؤلاء السجناء قد وضع رأسه على كتفك لمدة يوم واحد، وعندما أخرجوا هذا الشخص اكتشفت أن هذا الشخص كان ميتا. تخيل نفسك امرأة أجبرت على أن تقف عارية أمام رجل بغرض التفتيش وقد تحرش بها جنسيا من خلال لمس ثدييها، ولا يمكن لتلك المرأة أن تتفوه بأي كلمة. تخيل نفسك قد أجبرت على اغتصاب صديقك، وبعد أن تنتهي أجبر صديقك على أن يغتصبك. تخيل نفسك امرأة قد علقت من قدميها وتم ربط الكهرباء بالمناطق الحساسة من جسدها، وذلك أمام 15 رجلا. تخيل طفل عمره 2 عامين قد احتجز معك، وعندما توجهت إلى التحقيق أعطوا هذا الطفل حزاما لضرب المحتجزين الآخرين في الردهة. تخيل نفسك معلقا من أيديك ووضع أحدهم شمعة تحتك ينتظرونك ليطبخونك على نار هادئة. تخيل أن أحدك قد فتح ظهرك ووضع صفيحة من الحديد ثم ربط هذه الصفيحة بالكهرباء. تخيل نفسك وقد تعرضت للتعذيب حتى تحول لون يديك إلى اللون الأسود ولا تستطيع أن تنام، ليس بسبب الألم ولكن بسبب رائحة يديك. تخيل نفسك وأنت تجلس ومجبر على أن ترى كل هذه الانتهاكات التي ذكرتها وأن تسمع صراخ المحتجزين دون أن تستطيع أن تغير شيئا. تخيل نفسك خائفا من التحدث عن كل تلك الانتهاكات بعد أن يطلق سراحك أو حتى بعد مغادرة سوريا، لأنك على يقين تام أنهم سيعرضون عائلتك لما هو أسوأ من ذلك. هذه الوقائع قد حدثت بالفعل. بعض الضحايا قد لقوا حتفهم بسبب التعذيب وبعضهم نجوا لينشروا هذه الوقائع. اسمي خالد رواس وأنا من أحد أقدم الدول في العالم، دمشق، والتي تحولت إلى سجن كبير. دمشق تضم 17 وكالة استخباراتية، وللأسف لقد دخلت 2 منها. وسوف أقدم لكم الآن بعض الإحصاءات. 13
ألف حاجز قد أعدموا في سجن سدنايا بموجب تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر يوم 7 من فبراير 2017. أكثر من 10,000 محتجز قد لقوا حتفهم تحت التعذيب في وكالة الاستخبارات 215 بسبب الصور التي نقلت من قيصر. وهذه الصور قد تأكدت من قبل منظمة Human Rights Watch ومنظمات عديدة أخرى. لقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الاعتجاز واعتقال أكثر من 117 ألف شخص في سوريا منذ مارس أذار 2011. إذن في المعتقل كنا أرقاماً، وأشعر أننا لا زلنا أرقاماً في أعين المجتمع الدولي، ولكن هؤلاء الأشخاص ليسوا أرقاماً، إنهم من البشر. هذه الانتهاكات حدثت ولا تزال تحدث، وإنني على يقين أن في هذه اللحظة ثمة شخص يتعرض للتعذيب وقد فقد الأمل في النجاة، وإننا نكافح لهؤلاء الأشخاص. عندما توجهت إلى ألمانيا تساءلت ما الذي يمكن أن نفعله لننقذ باقي المحتجزين في سوريا، وعندما نظرت إلى صفحة الفيسبوك للسيد البني وما كتبه عن هذه المحكمة تفاجأت. لم أكن أعرف أنني كلاجئ يمكنني أن أقوم بملاحقة الجرائم التي ارتكبت في سوريا، وذلك أمام محكمة ألمانية. لم أكن أعرف ذلك وتفاجأت من ذلك. ما نحتاجه اليوم ليس المشاعر، ما نحتاجه هو خطوات ملموسة نتخذها. نحتاج إلى الأفعال وليس الأقوال، وما تم بالأمس كانت الخطوة الصحيحة التي كان ينبغي أن نتخذها. إنني من صفوف الثورة وأؤمن بالعدالة، وإنني أؤكد لكم أن بعد مرور 6 سنوات هناك الكثير من السوريين الذين فقدوا الأمل في العدالة وفي العمل المدني، ولذلك فهي مهمتنا أن نقدم لكم هذا الأمل من خلال ملاحقة الجناة قانونيا. وهنا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى المركز الأوروبي لحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، خاصة السيد باتريك والسيد فولكونغ والسيدة أنابيل والسيد أنور وكل من عمل على هذه القضية وكل من أعد لهذه الفعالية. وفي النهاية إننا لا نسعى إلى الأخذ بالثأر، نحن نسعى إلى تحقيق العدالة، والأمر ليس مرتبط فقط بإنقاذ المحتجزين في سوريا، بل نود أن ننقذ الإنسانية في كل منا، في داخل كل منا. Thank you. شكرا جزيلا على هذه الشهادة المؤثرة والعاطفية جدا. وإذا أعتقد أننا نحتاج جميعا إلى بعض الدقائق للتحدث هذا الموضوع. إن اسمحوا لي أن أطرح عليكم سؤال أو سؤالين إذا كنتم على استعداد للإجابة عليه. أنوى، كونك شاهد في محاكمة جرائم حرب قد يعرضك للخطر، يعني الأشخاص الذين يجمعون الضلة في سوريا يخاطرون ويجازفون بكل شيء، هل الضحايا يشعرون بالأمان في هنا في ألمانيا؟ الشاهد في ألمانيا هو آمن على نفسه، لكن عندما يكون لدينا الشاهد أو الضحية ما زال أقرباءه في سوريا، أهله، ربما أبناءه أو أقاربه في سوريا، فجميع يعرف مدى الإجرام الذي يمارسه النظام بأن ينتقم من كل الأقرباء. وليس الآن فقط، على سبيل المثال أنا عندما اعتقلني النظام لم يكتفي أنه اعتقلني ووضعني في السجن 5 سنين، سرح زوجتي من العمل فقط لأنها زوجتي. وبالتالي هذا النظام ينتقم من أي شيء، يعيش على مبدأ الإرهاب، يرهب الناس. لا أحد منكم يصدق
أن هناك شخص في سوريا موالي أو مؤيد الآن يريد أو يرغب في بقاء هذا النظام. الجميع يعيشون تحت إرهاب لا يمكن تخيله في حياتهم، في بيوتهم، في أرزاقهم، في عملهم، في كل شيء في حياتهم. وبالتالي طبعا الشاهد أو الضحية في ألمانيا آمن على نفسه، لكن ليس آمن أبدا على حتى أصدقائه في إذا موجودين لدى النظام فهو سوف يخاف عليهم ومعه حق بذلك. وبالتالي لدينا كثير من الشهود في هذه الدعوة، لكن عدد كبير منهم فضلوا أن يحتفظوا بأسماءهم لأنهم خائفون ليس على أنفسهم، خائفون على أقربائهم الذين ما ساروا في سوريا تحت سيطرة النظام. أنوا أيضا قلت أن العدالة شرط أساسي من أجل النجاح في مفاوضات السلام. هل تستطيع أن تفصل لنا ذلك قليلا؟ ما هي نوع هذه العدالة؟ ما هي الشروط اللازمة من أجل إنجاح عملية السلام في نهاية المطاف؟ كما قال خالد، نحن لا، أنا شخصيا وأعتقد عائلتي التي أمضت 75 سنة في سجون الأسد، الأب والابن، لا نريد تعويض من أحد عن هذه المسألة. المسألة ليست من أجل الانتقام، المسألة من أجل إعادة بناء سوريا. أنا شخصيا لدي إيمان ومعرفة بأنه إذا أردنا أن نلاحق كل الجرائم التي ارتكبت في سوريا ربما سنجد مليون 500,000 متهم. هدف العدالة في سوريا ليس فقط محاكمة المجرمين، هناك كثيرين من السوريين ارتكبوا جرائم ليس بإرادتهم، ليس بقرار منهم، وضعوا في موقع اضطروا فيه لارتكاب جرائم، أمروا بارتكاب جرائم بوضع لا يستطيعون أن يرفضوه، إن كان في لدى النظام أو كان في مناطق المعارضة أو حتى عند داعش والنصرة. أنا سوري أعرف أنه لا يوجد سوري في سوريا مسلم أو مسيحي أو غيره، وأنا من حماة، من مدينة حماة، يريد أن يفرض خلافة إسلامية أو يريد أن يطبق الشرع الإسلامي أو يريد أن يطبق ما حدث في سوريا هو نتيجة سكوت عن جرائم، نتيجة وضع دولي سمح لمتطرفين كثيرين أن يعبروا ويصلوا إلى سوريا وأن يستغلوا وأن يمولوا وأن يستغلوا حاجة السوريين إلى الدفاع عن أنفسهم وإلى إثبات وضعهم. نعرف أن حجم الجرائم والمرتكبين ربما كبير، نحن سنلاحق المجرمين لإعادة السلم الأهلي، وحتى نمنع من صنع الحرب وقرر وكان مجرما بإرادة وأجبر الآخرين على الجرائم أن لا يكون جزء من مستقبل سوريا وأن لا يشارك في صناعة المستقبل، لأنه لا يمكن إعادة بناء سوريا بدون هذه العدالة. المهم أن تبدأ إجراءات العدالة، وعندما السوريين يريدون أن يسامحون القاتل فليسامحوه، أنا لست وصيا على أحد. المهم أنا أو نحن أو الجميع يضع خيار العدالة متاح أمام الجميع، هذا هو المبدأ، أن أضع خيار العدالة متاح. ربما كثير من السوريين أن يقول سأسامح بحقي، أنا أريد أن أعود إلى بيتي ولا أريد أن أخوض حرب من أجل أن أنتقم، وأعتقد أن كثيرين من السوريين سيفعلون ذلك، لكن
لا يمكن أن أقول لهم عودوا وليس هناك عدالة. يجب أن يكون طريق العدالة متاح ومفتوح، والسوريون هم من يقرروا إن كانوا سيسلكوه أم لا. وعندها يمكن أن نمنع أي عملية انتقام، أي عملية أخذ حق بالذات، لأن طريق العدالة متاح. المبدأ هو إتاحة طريق العدالة الصحيحة أمام السوريين. لست أنا القاضي الذي سيحكم، ولست أنا المدعي الذي سيدعي أمام المحكمة. المهم أن نجد الطريقة والوسيلة لإجراء العدالة، والسوري الضحية هو الذي يقرر إن كان سيختاره أم لا يختار. خالد، what helped you؟ خالد، ماذا نفعك يا وال، نفع للسوريين الآخرين الذين عاشوا المأساة والتعذيب في المعتقلات السورية؟ ماذا كان ممكن أن يكون مفيد بالنسبة لك أو بالنسبة للناجين آخرين من مراكز الاعتقال السورية؟ هذا السؤال لا أستطيع أن أمثل كافة السجناء الآخرين، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكننا لربما أن يمكن أن يشفينا مثلا هو مواصلة مكافحة هذا النظام. وعندما تحدث عن المكافحة لا أتحدث عن المكافحة بالأسلحة، هذا ما نقوم به حاليا هو الكفاح، هو المكافحة. عندما نفعل شيء حقيقة، أي شيء يعني حتى ولو كان شيئا صغيرا من أجل السجناء أو المعتقلين الآخرين، أو حتى ولو وصلت صلة غذائية، يعني كأنك يعني تشفي نفسك. شكرا جزيلا. هل تريد أن تبدي ملاحظة أخيرة؟ آسف. حقيقة أريد أن أقول فقط أنه كما المثل، العدل أساس الملك، وبالتالي بدون عدالة لا يمكن أن نتوقع وجود أي أساس لأي دولة. مشكلتنا في سوريا ووضع أن نظام الأسد بنى سلطته على مبدأ بسيط جدا، هو الحصانة من المعاقبة. في القوانين السورية منذ أن جاء حافظ الأسد صنع القوانين لتحمي نفسه ومؤيدينه. الدستور السوري يحميه من أي، يحمي رئيس الجمهورية من أي ملاحقة من أي نوع كان، والمحاسبة أمام أي محكمة، إلا في تهمة الخيانة العظمى، وهي تهمة غير منصوص عنها بقانون العقوبات أساسا. ويحمي الوزراء كذلك، وقانون إنشاء إدارة أمن الدولة يمنع محاكمة أي عنصر أمن قبل الحصول على موافقة رئيسه. يعني إذا ارتكب جريمة بدك تروح لعند رئيسه تطلب الإذن لتحاكمه. طبعا إذا ارتكب جريمة بأمر من معلمه ما رح تشوف، أنت ما فينك تروح على المحكمة مباشرة ترفع دعوة. قانون أصول المحاكمات العسكرية لملاحقة عناصر الجيش يتوجب الحصول على إذن ملاحقة من وزير الدفاع قبل رفع دعوى على أي عنصر عسكري مهما كان نوع الجريمة التي ارتكبها. الشرطة والجمارك كذلك هم مثل عناصر الجيش يحتاجون إلى أمر ملاحقة أو أمر إذن من وزير الدفاع قبل إقامة الدعوى. وبالتالي حافظ الأسد وبشار يحمي
كل التابعين له ما داموا تحت أمرته فهم محميين من أي ملاحقة. اللي يقتلوا ما شاءوا من الشعب ليرسخوا سلطته، ليرتكبوا ما شاءوا من الجرائم ليرسخوا سلطته، وهم محميين من الملاحقة. وبالتالي نحن السوريين مبدأ الحصانة من العقاب مسيطر على حياتنا، ومن أجل ذلك الجميع جاء هنا لأنه شعر أنه سيخرج من إطار أنا أستطيع أن أقيم دعوة على عنصر أمن. هذه مسألة هي مفاجأة بالنسبة للسوري، أنه يستطيع بمفرده أن يقيم دعوة على عنصر أمن أو عنصر مخابرات أو عنصر جيش ارتكب جريمة بحقه. بالتالي هذا ما يخيف النظام من مثل هذه الدعاوي، لأن العدل أو إنهاء الإفلات من العقاب هي ما يقوض حكمه. لو كانت هذه الرسالة أمكن إرسالها منذ 2011 أو 2012 لتأكدوا أن كثيرين من المجرمين الآن لدى الجيش السوري أو غيره لم ارتكبوا هذه الجرائم ولا أنقذنا حياة كثيرين من الناس، لأنهم في النهاية سيعرفون أنهم سيلاحقون. حتى لو كان لبشار الأسد كرئيس جمهورية حصانة وأفلت من العقاب باتفاق دولي، هم لن يهربوا، وبالتالي كانوا توقفوا عن إطاعة الأوامر وقتل الناس. كان أمكننا حفظ حياة كثير من السوريين في الواقع. للأسف لم توجه هذه الرسالة، وأنا منذ 2011 طالبت. في عام 2000 بلجيكا منحت قضاءها سلطة فتح المحاكمات الدولية. للأسف في عام 2001 أغلقت هذه النافذة أمام الضحايا. نطالب وما زلنا نطالب أن نعيد فتح صلاحية النظر بالجرائم الدولية أمام القضاء الأوروبي. والآن في ألمانيا أمكننا أن نستفيد من هذه الإمكانية في ألمانيا، وهذا شيء رائع جدا أن نستطيع، ونرسل رسالة للمجرمين بأن زمن الإفلات من العقاب الذي يعيشه السوريين طول عمرهم، هذا الزمن الإفلات قد آن أن ينتهي أو انتهى تماما، والآن جاء أوان الحساب. شكرا لإصغائكم جميعا. Thank you very much. I think it has become very. شكرا. لقد اتضح لنا أن العدالة هي أهم شرط مسبق لعملية مفاوضات ناجحة. كلمة أخيرة من السيد خالد. شكرا. أود أن أضيف شيئا بسرعة. الكثير من الدول اليوم قالت نعم نود أن نقاتل داعش، وقد وضعت خطط لمكافحة داعش وجبهة النصرة وكل التنظيمات المتطرفة الأخرى، ولكن ما نعمل عليه اليوم في إطار هذا المشروع هو السبيل الوحيد، السبيل الحقيقي الوحيد والناجح الوحيد لمكافحة داعش وجبهة النصرة. وسيد مازن درويش سوف يذكرنا بهذه النقطة التي تعد في غاية الأهمية. والنقطة الثانية التي أود أن أعبر عنها إنني أشعر بالأسى الشديد لكل ما حدث في سوريا على مدار 7 أو 6 أعوام المنصرمة. هذه ابنتي. إذن بعد ما حدث في سوريا نرى في الأنباء الصحفيون يشيرون إلى ما يحدث على أنه حرب أهلية، ولكنها ليست حرب أهلية وليس نزاعاً، إنها ثورة، إنها ثورة حقيقية. كل المحتجزين وكل المعتقلين الذين تحدثت عنهم كلهم اعتقلوا في عام 2011. في آن ذلك لم يكن هناك أسلحة في سوريا، لم يكن هناك أسلحة في دمشق أو في أي مدينة سورية أخرى. إذن لا نتحدث هنا عن حرب أهلية ولا نتحدث عن نزاع. شكراً. شكرا جزيلا.